5 أيام تفصلنا عن انطلاق النسخة 12 لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج سباق الفورمولا 1. ومع اقتراب كل نسخة يسارع الجمهور المحلي والعالمي إلى حجز مقعد له لمشاهدة قمة الإثارة والتحدي التي ترسمها سيارات الفرق المشاركة بهدير محركاتها وجدية منافستها لنيل إحدى المراكز الأولى للسباق. حدث بنكهة رياضية خالصة لطالما استحقت البحرين استضافته وتنظيمه بالشكل الذي يليق بسمعتها في احتضان كبرى الفعاليات على اختلاف طبيعتها. حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط تثبت جدارتها وكفاءتها من جديد في استضافة النسخة 12 لسباق الفورمولا 1 ليتجدد تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها في إخراج هذا الحدث العالمي بصورة متهللة ترافقه المنافسة والمتعة والندية التي ستسود بين الفرق المشاركة للظفر بإحدى المراكز الأولى للسباق. سباق الفورمولا 1 باعتباره واحدا من بين أهم السباقات وأكثرها تميزا في الاتحاد الدولي للسيارات يأتي كل عام ليزيد من وهج الوجه الحضاري المشرق للبحرين ليعيد ثقة العالم بها وبإنسانها من جديد في قدرته على رسم الإنجاز ومخاطبة جميع صور التميز. عوائد اقتصادية تجلبها معها جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج سباق الفورمولا 1 حيث لا يمكن حصرها ولا عدها، فما إن تمضي عقارب الساعة نحو انطلاق أي نسخة حتى يشهد القطاع السياحي نشاطا ملحوظا يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد البحريني بالدرجة الأولى، من إشغال للفنادق وصولا إلى زيارة الأماكن السياحية المتنوعة ناهيك عن ازدياد الطلب على سيارات الأجرة. 5 أيام تفصلنا عن سماع هدير محركات سيضمحل من خلالها السكون، 120 ساعة تفصلنا عن قمة إثارة سيكون فيها الصخب الجماهيري موكلا في إطفاء الحماسة على أجواء ليلية خيالية تلعب فيها الأضواء دورا جماليا في زيادة رونق التحدي من بداية السباق وحتى نهايته. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات. وحول الاستعدادات لسباقات الفورمولا 1 معنا على الهاتف السيد شريف المهدي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بحلبة البحرين الدولي. أهلا وسهلا بك. بداية مع بداية العد التنازلي لهذا الحدث العالمي الرياضي، ما هي آخر الاستعدادات للسباق؟ أولا بمسي عليكم وعلى كل المشاهدين لتلفزيون البحرين، وبنشكركم على كل الدعم اللي بتقدمونه لهذا السباق العالمي وهذا الحدث الكبير على مملكة البحرين. طبعا آخر الاستعدادات على قدم وساق، وتقريبا الحمد لله أنهينا كل استعداداتنا لبداية استقبال الفرق، والفرق بتبدأ توصل اليوم إن شاء الله لبدء استعداداتهم للسباق، والحمد لله كل على قدم وساق، والجماهير يعني في كل يوم بنشوف انه في اكثر واكثر اهتمام بالسباق العالمي، وحجوزات التذاكر والمبيعات الحمد لله في هالايام الماضيه بدينا نشوف التصاعد في وتيره مبيعات التذاكر. نعم، ما هي توقعاتكم سيد شريف المهدي يعني بالنسبه للاقبال هذا العام؟ والله الحمد لله، يمكن في 2014 و2015 كان عندنا طبعا حققنا مبيعات قياسية، نتوقع هالسنة بعد إن شاء الله بيكون عندنا يعني حدث مهم جدا، والحمد لله الإقبال على التذاكر أكثر من مشجع، وعادة آخر أسبوع أو آخر 5 أيام قبل السباق بتشهد طفرة كبيرة يعني، وإن شاء الله هذه المتوقعين وهذا اللي بدينا نشوفه الحمد لله من نهاية الأسبوع الماضي. نعم سيد شريف، يعني الفورمولا 1 هذه السنة هي في نسختها 12، ما هي الإضافات بالنسبة لهذه النسخة وكذلك بالنسبة للفعاليات المصاحبة، ما الجديد هذه السنة؟
والله بالطبع مثل ما تفضلت انه كل سنه احنا بنحرص على ان احنا نقدم شيء جديد للجمهور ولكل المشاهدين للسباق. فهالسنه اهم شيء موجود ان احنا عندنا الفعاليات بتبتدي من يوم الخميس الله يسلمك. فمن يوم الخميس بيكون عندنا كل اللي وياه تذكره حق الفورمولا 1 يقدر يجي الحلبه الساعه 5 جوله في ممرات الصيانه ويشوف سيارات الفورمولا 1 وياخذون الصور. يعني هذه واحده من اهم الاشياء اللي الجمهور الفورمولا 1 بيحرص عليها. نعم. وهذه من الساعه 5 الله يسلمك للساعه 6:45. وعقب ان شاء الله بيكون في حفل غنائي للفنان المغربي المشهور طبعاً سعد المجرد بيكون في يوم الخميس. فاحنا كنا مدينا الفعاليات لاربعه ايام بدل ثلاثة أيام هالسنة. نعم. فهذه يمكن أهم شيء قدمناه للجمهور الفورمولا 1 هالسنة من ناحية الفعاليات الترفيهية. طبعا من ناحية السباق في بعض التغييرات، يمكن مثل ما تابعنا في سباق استراليا في بعض التغييرات على الجولات التأهيلية ونظام الجولات التأهيلية بيستمر في سباق البحرين، وهذا بيكون واحدة من النقاط اللي بتسوي إثارة على السباق. نعم، السيد شريف المهدي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بحلبة البحرين الدولية، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات.